أهلا وسهلا بكم. 8-2 نتيجة البارسا وبايرن ميونخ في استاد النور بأرض البرتغال. أشرقت البرتغال أنوارها في وجه البايرن وأظلمت وأطفأت جميع أنوارها في وجه برشلونة. 8-2 كانت النتيجة، اتغلبنا أهو. طول عمري هشجع برشلونة، حد قال لك إنك لما تتغلب فرقتك هتروح تشجع فرقة تانية؟ 8-2 هشجع برشلونة برضه عادي، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة عندك؟ برشلونة ما جاتش، ايوه ما جاتش النهاردة، اتصل على ميسي هتلاقيه قاعد في بيته ما جاش. لعيبة برشلونة ما جاتش من اسبانيا اصلا، جينو ما بتلعبوش، فلوسه بتاخده، تدريبه بتتدربه، جاي راكب طيران وانت رايح الماتش مرتاح، ما تلعبش ليه؟ ما جيتش ليه النهاردة؟ بايرن ميونخ داخل اللقاء عارف ان المباراة من جانب واحد، فجمع نتيجة اللقاءين في هذا اللقاء. هذا مختصر المباراة، مختصر الشغل اللي عمله بايرن ميونخ النهاردة. اعتقد ان برشلونة لسه ما تعودش على نظام ان دوري الابطال مباراة واحدة فاصلة بخروج المغلوب، لسه فاكر ان هو بيلعب مباراتين، لسه في مباراة تانية في المانيا. نوم زريع، نوم مدي على على مزارع كده، شغل مزارع، شغل مزارع كده يا كيك ستين. الراجل يقول لك انا جالي خبر ان انا ادرب برشلونه وانا قاعد في المزرعه في وسط الحيوانات بتاعتي. طب ايه اللي جابك؟ طب وجاي تعمل ايه؟ ده انت جاي تدرب ميسي افضل لاعب في العالم، ايه الهباب اللي انت بتهببه ده؟ ده انت خليت متوسط الاعمار في الفرقه 31 32، ده انت يا راجل ممشي راكيتيت ارتر يا ربي في صفقه تبادليه مع اليوفنتوس وجايب بيانيتش 31. ارتر اللي عنده 23 سنه كان كالين نجيلا النهارده لو بيلعب. مفيش تكتيك، مفيش لعب، مفيش اي حاجه. فشل برشلونه في كل الخطوط وترك المباراه لبايرن ميونخ على طبق من ذهب. كره ملعوبه واحده نتكلم فيها النهارده لبرشلونه، رمى الكوره ورا الظهير الايمن، انطلق جوردي ألبا، عمل عرضية لسواريز كانت الكلمة الفاصلة لألابة، جون ديليفري. الواد ده أنا مش مستريح له من أول اللقاء كده، وحاسس إن هو عايز يجي برشلونة. بقول لك خد هدف، كمل اللقاء، شكلكوا وحش، أنا هاجي معاكوا السنة الجاية. الواد ده كان عايز يجي برشلونة، أنا شايف حاسس كده. جون غلطة ما تدخلش. برشلونة ما تعلمش الدرس وأصر على موقفه إن ما يعملش حاجة، وأصر كيك ستين إن ما يعملش حاجة برضه. مقعد جريزمان بره، منزل سيرجي روبرتو في نص الملعب وهو ظهير أيمن، مقعد راكيتيتش في نص الملعب بره على الدكة، خط الوسط بيعمل إيه؟ ما تفهمش. فيدال ما جاش النهارده، سيرجي روبرتو مع أخطأ وسجل هدف بريزيتش بمنتهى السهوله، كره اللي عايزه تخش قرفانه اصلا من برشلونه. طيب نسكت، هنسكت لنهايه الماتش. حد له عنده حاجه؟ شوط اول بيعيد نفسه، شوط تاني ايه المشكله يعني؟ مفيش اي تحرك. دخلوا غرفه الملابس، ضربوا عصير وكلوا موز وروقوا، ولا حياة لما انتوا نادي. ننزل الشوط التاني عادي، مفيش اي جديد ممكن نقدمه. كنا بنقول عيب برشلونة حلو في كل حاجة الا الرامات بتاعته 40 و30% والبروسيسور ضعيف. النهاردة شوت داون طفى، مفيش لا رامات ولا بروسيسور ولا اي حاجة. النهاردة بايرن ميونخ بيحتار هيلعب هيبني هجمته منين؟ من على اليمين، من النص، من على الشمال؟ ده الكره لما بتروح للدفاع بيرجعها تاني للمهاجمين بايرن ميونخ. الواد يرقص نيلسون ساميدو ناحيه اليمين ويخش ال 18، ياكل بيكيه ويخش ورا، يلاقي لانجليت في وشه في خط السته ياكله ويحط الكره عرضيه للولا يدخل جون بتعريفه زي ما بيقولوا ببلاش. لانجليت يتاكل لوب في الشوط الاول
وان تو. طب اكسر الولد، يعمل فيه اي حاجه، انطرد بره، ما انت اصلا مش موجود، سايبه وحط جون عادي. بريزيتش رجل الشوط الاول، غابت بايرن ميونخ بتتفق تلعب باللعبه مع بريزيتش ازاي من ناحيه الشمال. الواد بيستنى في نص الملعب لبريزيتش يظبط خط الاوفسايد مع اللعيبه وتروح الكره مظبوطه مع ما فيش اي اوفسايد عشان يروح يسجل هدف ويعمل عرضيه لمولر بره، ومولر يخش على نظام تيكي تاكا 1 2 خط الست يحط هدف بشماله. ما الكره عايزه تدخل قرفانه، الكره تحس ان الكره منفوخه على نفخ على 38 48، ما تفهمش الكره فيها حاجه، اللقاء راكبه جن، المباراه مش طبيعيه اطلاقا، مباراه من جانب واحد برشلونه ما جاش، ده ما يتعملش في برشلونه اصلا، برشلونه عمره في حياته ما اتغلب 8-2 في بطوله اوروبا، اكتر نتيجه كلها كانت 7. مدرب بايرن ميونخ رجل اللقاء، مدرب مش سهل ويقدر ياخد بطولة أوروبا السنة دي، عمل كل حاجة، طمع في الماتش، بص على الدكة لا كوتينيو قاعد، انزل يا كوتينيو هنهاجم تاني، خد فرصة، صفي طارك مع برشلونة، الواد نازل يجيب الجوان وما بيفرحش، قال يعني هيقدر يضحك عليه، جيب الواد اللي يجيب الجوان وما بيفرحش. طب الواد قلبه علبة بلاك أسود من جوه، أنا لو رئيس النادي هجيبك يا كوتيني تاني تلعب في برشلونة. لقاء مرتقب، لقاء فعلا كنا بننتظره بحرارة، ولكن أصفر على ما لا يتوقعه أحد. برشلونة بيعيد لقاء 2013 نتيجة 7 في لقاءين، المرة دي يعني الباب بتاع بايرن ميونخ جاي المباراه دي كده تحس ان هو بيلعب مباراه، تحس كده ان يعني ايه زي حاجه كده يعني زي قدامه برشلونه يعني كعكايه كده او فطيره، او تحس الحشو كده من جوه بتاع بايرن يعني الفلفل بارد، الفلفل بارد في حاجه كده، مباراه تتاكل اكل. هارد لك لبرشلونه، الف مبروك لبايرن ميونخ ولكل جماهير بايرن ميونخ حول العالم، هارد لك تاني لبرشلونة، اديته ريال مدريد البطولة في أسوأ مواسمه، شكرا على اللي انتوا عملتوه. يعني بصراحة كيكي ستين ما يركبش الطيارة بحمار وعلى المزرعة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.